السلام عليكم. يا مرحب يا مرحب، شرفتوني. ابراهيم تعال. ابراهيم سلام عليكم، ولا بالكم من غير سلام. مستأجر على الاخر يا ابا، فايتني المين يا ابا؟ دلت السند والظهر يا ابا. يا بهدي اخوي، قول يا ولد ابوي. اتار يا ولدي ظلم القاتل وسواد على اهل المقتول. كلمتين وخلصنا على الدين. كلام الناس؟ ما انت عارف يا اخوي ان كلام الناس لا يقدم ولا ياخر، واللي هيتبع كلام الناس معناه مش اللي بقول لك. يا عثمان ابو نسيبه، عايز احكي معاك في موضوع مهم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حج ابراهيم. سلامتك يا مرحبا. ادعوك اللهم اجعله خير يا رب. ده الحج محمود. ربنا يهديك، ربنا يهديك يا جرة. تعال يا رفيق طريقي وعشرة عمري، اقعد يا صاحبي. عارفك يا صاحبي هتتهرب مني وزعلان واخد على خاطرك، اديني جيت لك لحد هنا. انت بهيمة؟ ايه مخك ده في تراب جاموسة؟ وانا كنت عاوز اعمل له لعنه يا زيدان، كنت عاوز احضر له تعزيم سلام عليه. يا دوب اقعد بالعافيه شوي. كيف وميت الكلام ده؟ اروح اشوفه. قلت لك عدي علينا، واللي هيعدي هيعدي فرض الناس ولا على الطريق. روح وما تعوقش. بس قول لي لما اطلع في الشارع اوري وشي للناس ازاي؟ قول لي انت. ديك يا احمد يا اخوي، اللي هيعمله عثمان ده عايز يكسر كلامي ويخالف وصيه المرحوم ابوك. والله يا ولد ابوي الكلام دي مرضنيش ولا رضيش حد خالص، وعلى فكرة انا حكيت معاه. بدا احنا كلامنا عفش عن مثل ما خلصناش يا عدول يا رجل. ايه يا مسعود، انت بتدلع ولا ايه؟ الله يرحمك يا ابوي. طيب مالك يا زين؟ شايل طين ستك ليه؟ فيك ايه يا صاحبي؟ ما انت عارف يا صاحبي انا عايز اكمل نص ديني واتجوز، وكل لك روح اتقدم لبته يقول لك زين هو حيلته ايه؟ هو لاقي يوكل نفسه قوم جاي يتجوز. مين؟ معلش يا استاذ يا ولد استحمل، والوالدين عاوزة صبر، وعلى قد ما تقدر شد حيلك مع ابوك، ربنا يجزيه خير ان شاء الله. حاضر يا عمي. كانوا يسرحوا مع بعض، يشتغلوا مع بعض، ياكلوا يروحوا وياجوا مع بعض، كانوا فاتلين حبل تلة ما حدش يقدر يقطعه. نيجو احنا دلوقتي عايزنا نقطعوه. ودوا كل واحد حقه، النهارده دنيا بكره اخر، عارفينش هنروحوا فين. اقول لك روح من قدام احسن حد عرسك بالبابور. اسمع يا عبد الحميد، الفقر الصح هو الجهل اللي في مخك ده، مش من الفلوس، لا الفقر الحقيقي الجهل اللي انت فيه. وهتتحل كيف دي؟ يوه يوه يا استاذ علي،
اقول لك ايه، ما تبقاش تدخل معي الجبانه. انا هتكتب انت ولا اجيب المحامي يكتب هو؟ يقبى زين هيقدر يفتح بيت ويصرف على بنتي؟ ده ما حدوش غير الفقر، هو هيقدر يوكل نفسه؟ ده ما قدرش يوكل نفسه يا اخي. ماني عارف يا علي، فكرني هاتوه عنك يا، ماني عارف ان انا هلاقيك هنا يا صاحبي. الله يسامحك يا ابو هتدلدل عنقك؟ هتدلدل عنقك انت؟ لا انت تكسر له رقبته بس، ما تدلدلهاش. على رأي المثل ابوك البصل وامك التوم، هتجيب منين الريحة الحلوة يا مشحوم؟ هنكتبوا على بعض يا بخته. انت حنتك النظر لاقي تاكل؟ يا عمان اسمع كلامك الكبير، يا عمان اسمع كلامك الكبير يا عمان. اني اضرب مصلحة عيالي يا استاذ علي. مرعي مرعي وعاضر بوتاني لو قال الحياة، وما تخلقش اللي يتحدث معاك ده، ومن دلوك ورايح اللي يتحدث معايا يعمل حسابه زين. لا يا صاحبي، مش اللي بيني وبينك انت بس، لا البين المرحوم ابوك والمرحوم ابوي عاش سنين هنا في المكان ده في الارض دي، عشان كده انا عرفت انك انت هنا وجيت لك. يا اخي اتقي الله، ابوك لسه ميت وانت بتترقص في الافراح يا اخي، بتشعب عليه. بقول لك ايه يا سعد، النفر حر نفسه، ما اللي مات مات، احنا نقعد العمر كله حزانه. كثير يا ولد ابوي ما سمعتش الكلام. والله اقول امك حرقان، ما تقول الحق يا حاج، ما تدي الحق لاصحابه. اقول لك هو اللي حلق علي وما كانش عاوزني خلينا عدي، كنت عاوزني ادلدل عنق وارجع عليها. كفايك عاد اللي عايزه اعمل. ربنا يقدرنا على سعادتك. الو ايوه مين معاي؟ يا اخي اتق الله، خدهم فوق يغلكم الله، مش كده يا شيخ. سامحني يا زعل، سامحك لو تقول من بس ظلمتك. بالعمر على الدنيا تناجي وصرنا قديمة يا ولد ابوي. ايه الكلام؟ شو قال لك؟ يا عم اعد خشمك وما تكلمنيش. افرم جيتك يا علي. ابراهيم اقول لك افرم جيتك يا علي. بس ما بسش. بقى مسعود اخوي عايز يبيع لك الارضيات يا شاذ، ليه يرضيك ده برضك ده؟ ما انت عارف يا صاحبي. والله فيك الخير يا ابن عمي، احنا بيننا عيش وملح برضه يا ولد عمي. ربنا يبارك لك يا ولد عمي ويهدي مسعود اخوي. حلاوه الجوازه يا عم. طيب لازم اسمع يا محمد يا ولدي، مهما كانت الظروف لازم نتعب علشان نصل بطولنا وسط الناس. الدنيا دي ملهاش امان، الدنيا دي ملهاش امان يا ولدي. بس ابويا ما تبسبس. بقى ده يا عبد الحميد، هو ده اللي عندك؟ هو ده اللي قدرك عليه ربنا؟ مش شاكرين يا عبد الحميد، قوم بينا يا زين يا ولدي. يا عم سعد يا عم سعد، مالك ياك فينا؟ عم مسعود يا عم سعد اخوي، ماله مسعود اخوي؟ عم الحادثه عند الخط الحربي عند سكه القطر، ميت الكلام يا مول. يا ولدي انا هشتري راجل، هشتري راجل يصون الارض ويخاف على الارض. لا دكتور، انت شايف ان اخويا بعافيه شوي والاخ ما يتعوضش. ولد مين ده؟ يا ولد لك كذا مره، المشكلة اللي تحلها بيديك احسن اللي تحلها باسنانك. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليك يا رب، لا حول ولا قوة الا بالله. يا ساتر يا رب، فيه يا فضل ما عاد يجيش غير بمصايبك عارفة.
يا اخي يا اخي حرام عليك، ده الزرع غالي. والله يا حاج ابراهيم انا عايز اتكلم بس عشان اخويا الكبير قاعد، بس خد بالك اخوك القعود زودها شويه. والله يا صاحبي كنت افكر فيها ان انا اروح اتقدم له واطلبها منه، بس انت عارف يا صاحبي. عارف عارف ايه ومستني ايه؟ خالي عبد الحميد بطنه واسعة شوية وحنبلي وعايزينها، بس انا اروح له واشوف برضه، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. يا رب الحمد لله احمد، بشكر فضلك يا رب. يا سلام يا رب يسعد ايامكم يا اولادي ويحقق امانيكم ويفرح قلبكم انتوا واللي زيي.